في يوم مش شايفاها وفنجل. مساء الخير واهلا بيكم معانا طرطق ودانك وفنجل عينيك. موضوع حلقتنا النهارده بيهم ملايين البنات والولاد اللي لسه بيدوروا على نصهم التاني او لسه ما كملوش نص دينهم. اكيد انتوا عارفين هنتكلم عن ايه النهارده، بس تعالوا نرحب بضيوفنا النجمه مي كساب والنجم محمد رجب. دي طبعا عن الجواز وقضية النص التاني اللي أحيانا بيجي وكتير قوي ما بيجيش، مش كده يا مي؟ أكيد. هو ليه ما جاش لحد دلوقتي؟ ما عندهمش نظر بقى. إيه رأيك في الموضوع ده يا محمد؟ والله يا نصيب، عشان كده يسموها نصيب يعني. طيب إيه رأيكم بقى في موضوعنا النهاردة؟ وعايز أعرف بقى مي كساب كام عريس تقدم لها وهي رفضته؟ هو انا بص انا صريحه طبعا لسه قايله ما عندهمش النظر. ايوه. يعني لا يعني هو انا ما بسمع يعني البيت ده بالذات حاجه بالنسبه لي انا يمكن شخصيه مقدسه شويه يعني مش اي حد ممكن يدخل بيتي، فانا اوريدي ما بسمحش لحد ان هو ممكن يعني ياخد الخطوه ويتجرأ انه يجي للبيت يعني. ف هي حصلت مره واحده وما حصلش نصيب وخلاص يعني. طيب اخر واحد ده بقى كان ايه سبب الرفض؟ وعايزين بقى اسمه وتليفونه وعنوانه. لا يعني هو زي ما رجب قال الموضوع اكتر نصيب عند ربنا، يعني كل واحد بيبقى نصيبه مكتوب عند ربنا. فما حصلش نصيبه يعني، انا مش نصيبه ولا هو نصيبي الحمد لله. الفنان محمد رجب بعد طبعا تحقيق النجوميه والشهره واحلامك في مجال العمل، ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ والله بدور على عروسه. هل حصل ان محمد رجب اتقدم لواحده قبل كده ورفضته؟ لا كنت في الجواز، كنت مركز اكتر في الشغل. حقيقي فعلا كنت مركز في الشغل، يمكن حصل كده مره والموضوع يعني ما اكتملش. ليه ما تكمل؟ ليه يعني ليه ما تكملش الموضوع؟ ليه ما اكتملش؟ يعني ما حصلش نصيب. الحاجات دي يعني بتبقى كده يعني. كان كنت انت السبب في الرفض ده ولا؟ والله اللي انا السبب واللي هي السبب، هي الظروف ما جاتش مع بعض. طب ماي ليه تفتكري الناس ما بتتجوزش الايام دي بسهوله؟ ما بيتجوزوش الايام دي بسهوله ليه؟ عدد البنات كتر في البلد. هل بتكون اسباب اقتصاديه ولا بيكون في اسباب تانية زي التفاهم الاحترام او يعني؟ هو اكيد كل واحده عايزه تتجوز ترتاح يعني. مش عايزه يعني ما بقاش في زي زمان هنكافح مع بعض، ويعني بيبقى ده كلام في الافلام يعني بنشوفه يعني. انا شخصيا مش هتجوز واحد عشان اقعد اكافح معاه، ما انا اوريدي بقى لي 10 سنين بكافح، فمش مستنيه كفاح كمان. فا والله بجد بتكلم بصراحه. لكن هو اكيد بيبقى كمان يعني الشخصيات بتبقى مختلفه عن بعض، غير ان في الوجه المزيف اللي دايما بيبقى في اول كل علاقه، لان كل واحد بيبقى بيسعى جاهدا انه يبين كل مميزاته وكل الحاجات الحلوه اللي فيه سواء اللي هي بنت نقطة او ولد. الثقه يعني، الثقه ما بتبقاش في ثقه بين الاثنين، ودي طبعا من الاسباب اللي بتبوظ العلاقه. طبعا خصوصا ان احنا يعني للاسف بقينا يعني الناس دلوقتي في المجتمع بقوا يميلوا للتمثيل في الحياه العاديه اكتر من انهم يبقوا بطبيعتهم يعني. الناس الطبيعيه اللي بتلاقيهم الوش العادي اللي هو في اي وقت بيطلع ده بتلاقيه نادر جدا. كل الناس لابسه وش بلاستيك كده. واضح ان انت مرضي بظروف خاصه. ظروف صعبه. طب الفنان محمد رجب بيشوف في علاقه الحب مين بيكذب اكتر، الولاد ولا البنات؟ لا هو سؤالك صعب قوي، لكن ما اقدرش اقيس نسبه التناسب مين بيكذب اكتر. كل علاقه وليها حساباتها وليها اسباب نجاحها واسباب فشلها، بس انا من وجهه نظري بشوف الكذب هو في الاخر يؤدي الى فشل اي علاقه. طبعا علاقه أكيد. عاطفيه وعلاقه عمليه، او لان في الاخر كده ولا كده اما اتنين بيقربوا من بعض بيعرفوا الحقيقه. بس انت برضو لازم تجاوب، انا عايزه وجهه نظرك الشخصيه. أنا انت جاوبت بشكل عام، لكن اقدر اقول لك البنات بتكذب اكتر ولا الولاد بتكذب اكتر؟ لا علاقه على حسب اهو. شوف طب ايه رايك يا مي، انت بتحسي مين اللي بيكذب اكتر في العلاقه؟ هتقول لك الولاد طبعا. طبعا
مفيش حاجه يعني اسمها كده. بصي اصل انا ضد اللي هو الستات بتحب الكذب، لا بالعكس يعني مفيش حد بيحب يعني الكذب اكتر، يعني الكذب ده صفه بتبقى موجوده في بني ادم، فمفيش حد اكتر من التاني. بس دايما الست لما بتحب واحد بس وبتبقى مخلصه جدا، خصوصا بجد الست المصريه يعني. لكن الرجاله عادي قلبهم كبير يعني، ممكن واحده واثنين وثلاثه عادي شغال يعني. يمكن الرجاله بيفهموا موضوع الحب ده غلط عند الست، يعني الست دايما بتحب تسمع كلام حلو من الراجل. لا هو الراجل شويه عملي يعني، احنا يعني ايه طيبين قوي وبنبقى كده يعني. سوري يعني هبت تسمعي لها طبعا عشان ايوه طبعا. احنا بنحب الكلام ده قوي، احنا شخصيا بنحب يعني. اكيد بتحبي حد يقول لك ايوه يا حبيبتي وحشتيني، هما بالنسبه لهم. بس مش معنى ان الراجل يسمع الست كلام حلو وبيكذب. في ستات بتحب تسمع كلام حلو، وفي ستات بتحب تعدي الكذب، لكن في ستات ما بتحبش. طب رجب في علاقته الشخصيه او لما بيجي يحب، بيحب دايما ان يقول لحبيبته كلام حلو، ولا يعني راجل عملي شويه ما بيحبش يقول ده كتير، ممكن يقوله احيانا؟ لا انا بحب الكلام ده. تحب الكلام ده حبيب درجه اولى يعني؟ بحب، وحتى في وقت لو انا مزاجي مش حلو ما بحاولش يعني احرمها من ده. بحاول برضو في الوقت ده بتكلم، بس ما لهاش ذنب فعلا. بنحييك على الكلام ده. وعايزين نقول ان بعد اما ضيوفنا وبعد اما انا رحبت بضيوفنا النهارده، تعالوا طرطق صديقي حابب جدا ان هو يرحب بمي كساب. مي كساب وطرطق هيرحب دلوقتي بالنجم محمد رجب. محمد رجب ايه رايكم في طرطق؟ لذيذ جدا. ايه رايك في طرطق؟ لطيف. طرطق لذيذ طبعا، اودانه كبيره جدا عشان هو بيسمع كويس قوي. واحنا دلوقتي هندخل في الجد وفي مسابقتنا، مستعدين؟ اوكي طبعا يا رجب، عشان ليديز فيرست. هنبدا بالسؤال الاول لمي كساب. عدد العوانس في مصر وصل لكام؟ مع العلم بان العانس مع العلم ان العانس بيطلق على الرجل والمراه اللي تخطوا سن الزواج. 10 مليون ولا 9 مليون ولا 13 مليون؟ 1 2 3 مش عارفه والله. والله بصي هو عامه 13 رقم نحس، فممكن يبقى 13 مليون العوانس لانهم نحس يعني. يعني مي اختارت رقم 13. يعني مي شايفه ان 13 مليون ده عدد العوانس في مصر اللي وصلوا لسن الزواج او تخطوا سن الزواج، سواء على مستوى الولد او البنت. تعالوا نشوف فنجل صديقي اللي ما بيتكلمش لكن دايما بيكون معاه السكور، هيقول الاجابه صح ولا غلط. لا 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 لا. الإجابة خاطئة، ومي كساب خسرت 5 درجات للسؤال ده، والإجابة الصحيحة إن هم 9 مليون. 9 مليون عانس حاجة مبشرة شوية، تفائلي. مش كده؟ حمد رجب، والسؤال الأول بما إننا بقى بنتكلم عن الجواز، يعني إحنا بنتكلم عن شبكة فبنتكلم عن ذهب، تقدر تعرف الذهب عيار 18 وصل لكام؟ 116 ولا 120 ولا 135؟ 135. 135 فانجل. إجابة غير صحيحة، والفنان محمد رجب خسر 5 درجات، والإجابة الصحيحة إنه 116 جنيه. أنا قلت أعلى رقم. بنوصل دلوقتي للسؤال الثاني لمي كساب، وبرضه عليه 5 درجات. إن لبنان يا مي مشهورة دايماً بإن هي بلد الجمال، لكن برضه فيها عدد لا بأس به من العوانس. مليون ولا نص مليون ولا 450,000؟ هو انا تخصص العوانس النهارده؟ انا ما كبرتش للدرجه دي على فكره. لا لا انا عارفه ان انت لسه صغيره زي القمر. لبنان بما انهم مزز زياده عن اللزوم، ف نختار يعني خليهم نص مليون. يلا نص مليون. وعايزه اشوف بقى فنجل رايه ايه في الموضوع ده. اعمل اي حاجه. هنا كده مي 5 درجات، محمد رجب 6. تعرف اكتر محافظه بتزيد فيها نسبه العنوسه انهي محافظه؟ الاسكندريه ولا اسيوط ولا القاهره؟ ما تزعليش يا ستي، اهو هيتكلم عن العوانس برضه. القاهره. القاهره. فانجل. الإجابة صحيحة جدا. لحد دلوقتي في تعادل ما بين النجمة مي كساب والنجم محمد رجب، 5-5.
المهم احنا عايزين نقول ان الزواج وسيله مش غايه لتحقيق السعاده، ولو حد فكر في الجواز على انه غايه للوصول ليها فالموضوع هينتهي بالفشل. هسيبكم على فاصل ونرجع للفقره اللي جايه. رجعنا لكم مره تانية، والفقره الثانيه هي فقره الزهر. الحظ طبعا بيلعب دور كبير جدا في حياتنا، لكن الحظ وحده لا يكفي. هنقول لضيوفنا طبعا يجوا هنا يشرفونا على الترابيزه، وكل واحد هيرمي الزهر. اللي هيجيب سكور عالي في الزهر هيكون ليه سؤال اسهل، بس مش معنى كده ان هو كسبان. اللي هيجيب سكور اقل في الزهر هيكون للاسف ليه السؤال الصعب وربنا معاه. ومي ترمي الزهر دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اعمل كده. ايوه على الترابيزه بقى. ايوه يا مسهل. ثلاثة لمي كساب، محمد، وأربعة للفنان محمد رجب. يعني محمد رجب ليه السؤال السهل ومي ليها السؤال الصعب. اتفضلوا. وأول سؤال سهل معانا الفنان محمد رجب، وبرضه عليه خمس درجات. بيقول في فاكهة من الفواكه اللي هنقولها دلوقتي ذكرت في القرآن الكريم، التين ولا الجوافة ولا المشمش؟ التين. التين والإجابة صحيحة. كويس. لا ينفعش كده. مي حبيبتي، طب أقول لك حاجة؟ أنا كنت لسه بعيد وراك السؤال. لا والله. يعني أنا مش فاهم، كنت أقول التين ولا الجوافة ولا المشمش، فقلت التين فقلت الإجابة صحيحة. والله ده حظ عالي جدا، ده أنتوا حظ عالي جدا. محمد رجب يا جماعه محظوظ جدا جدا، ف يعني لسه في رمي الزهر ثانيه ما تقلقش. السؤال بقى الصعب لمي، واول سؤال صعب معانا النهارده، بيقول ان في فاكهه، في شجره فاكهه بيقال عليها ان هي قاتل ابيه. شجره الفاكهه اللي بيتقال عليها قاتل ابيه هي شجره ايه؟ المشمش ولا الجوافه ولا الموز؟ اتفضلي. قاتل ابيه. يس انا عارف. ممكن اقوله لما ممنوع. الموز. الاجابه صحيحه وخمس درجات معايا كتير. محمد رجب جبتيها منين يا مي؟ قصدها ولا مش قصدها؟ لا بتيجي مع الهبل دبل. هتيجوا تاني ترموا الزهر، ولسه في فرصه تانيه برضو لمي كساب ان هي تكسب. اخد بقى سؤال سهل، والتين والزيتون والحاجات دي. عرفت الموز اللي حد يعرفها. اه مش عارف ايه ده، ما قلت لك مع الهبل دبل. ايه ده؟ لا انت اعملي كده وارميها. سيبيها. ثلاثة لمي كساب، نفس الرقم. رقم ثلاثة بيحب. واحد بقى. ايوه. تلاتة. وثلاثة لمحمد رجب. اه هنعيد تاني. يا رب. يا رب. ها. لا ثلاثة تاني لمي كساب برضو. واحد. وثلاثة في ايه؟ هلا؟ يعني ثالث مرة، الثالثة ثابتة بقى يا جماعة، غيروا غيروا. مستحيل تيجي مع بعض كده. اه مش كده؟ ها. أربعة لمي كساب. ها. هجيب بس ستة. واحدة. أيوة. ها. لا تاني. ها. يلا. ستة لمحمد رجب. يعني محمد رجب برضه مصر ان هو ياخد السؤال السهل. السؤال السهل للفنان محمد رجب، وبرده عليه خمس درجات. تقدر تقول لي مين اول ناس دخنوا، ربنا يسامحهم طبعا، الالمان ولا الروس ولا الهنود الحمر؟ الهنود. الهنود الحمر. والاجابه صحيحه وخمس درجات لمحمد رجب. وبنرجع للسؤال الصعب. قلبي معاكي بقى. ركزي بقى، ركزي يا ميوي. بيقول بمناسبة التدخين، تقدري تقولي جنسية مخترع عود الكبريت؟ هل هو ألماني ولا روسي ولا إيطالي؟ عود الكبريت؟ يعني اللي دخنوا هنود. اللي ولعوا لهم مين بقى؟ مين بقى؟ هم مسكوا السيجارة وسافروا. والله بصي برضه هقولها كده يعني مع نفسي، يعني بما إنها يعني الألماني
لا 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 للاسف خاطئه ومي كساب خسرت 5 درجات. روسي؟ طلع روسي ولا ايه؟ نقول لقينا عايز اقول الاجابه الصحيحه ان اللي اخترع عود الكبريت هو ايطالي ودي الاجابه الصحيحه. 15 لمحمد رجب و10 لمي كساب. طبعا احنا عايزين نقول برضو ان الحظ وحده لا يكفي. هنسيبكم مع فاصل ونرجع لاخر واهم فقره في حلقتنا النهارده. وصلنا دلوقتي لاخر واهم فقره في حلقتنا النهارده، علشان كده الفقره دي بيكون عليها 10 درجات. الفقره دي بيكون فيها حاله انسانيه او مشكله انسانيه ومطلوب من ضيوفنا حل المشكله دي. الاهم من ان هم يقولوا الحل، يقولوا هم ليه اختاروا الحل ده، وجمهورنا في الاستوديو بيعمل تصويت للراي اللي شايفينه اقرب للصح. في الحاله دي طبعا احنا لحد دلوقتي سكور فنان محمد رجب 15 درجه والفنانه مي كساب 10 درجات، يعني اذا حد فيهم كسب ال 10 درجات هيكون محمد رجب 25 درجه مي كساب 20 درجه. تعالوا نشوف ونسمع الحاله مع بعض. لما كان ابني عنده 14 سنه، كنت مضطره يعني ان انا اشتغل اكتر عشان احقق مستوى احسن لابني. بدات اعمل عمليات لبعض البنات بصوره سريه في عيادتي، يعني كنت بحلل الموضوع لنفسي على اني بحافظ على مستقبل جوازات كتير للبنات دول. ابني لما كبر وحب بنت من اسكندريه بقاله 3 سنين بيحبها. لما فكر ان احنا نروح نخطبها شفتها لاول مره ولقيتها واحده من البنات اللي زاروني في العياده عشان تعمل عمليه، لاني افتكرتها وهي افتكرتني. موقف كان صعب جدا، انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. طبعا سمعنا الحاله مع بعض وعايزين نشوف راي ضيوفنا ايه في حل المشكله دي. مي، انت تقترحي ايه في يعني الام ممكن تتصرف ازاي في حاله زي دي؟ بصي هقول لك حاجه، هو انا شخصيا يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان انا دايما شايفه البنت دي مخلوق ربنا سبحانه وتعالى مكرمه جدا، وعشان كده مديها حاجه فارقه عن الراجل. فالحاجه دي هي لازم طول الوقت تبقى محافظه عليها عشان ربنا اول حاجه، وعشان نفسها، وعشان خاطر اهلها اللي مديانها الثقه دي. لكن للاسف دلوقتي 3/4 البنات اللي انا بشوفها ضعاف، وانا ما بحبش يعني طبعا احلى حاجه في البنت انها تبقى ضعيفه، بس انا ما بحبش اشوف بنت ضعيفه خصوصا في انها تتخلى عن الحاجه اللي ربنا كرمها بيها. بس كل اللي عايزه اقوله ان ربنا سبحانه وتعالى بيسامح، فاحنا بشر لازم نسامح. يعني انت شايفه ان الام توافق على الجوازه دي وما يحصلش بقى اي مواجهات ما بينها وما بين ابنها او البنت اللي هو بيحبها، يعني تعدي الموضوع، ان هي تعدي الموضوع وتوافق على الجوازه. محمد ايه رايك؟ انا معاها طبعا في رايها، بس في حته هضيفها. الموضوع ده من الاطباء اللي بيجروا العمليات دي خلى في شريحه كبيره جدا من الناس بقت تستهون بالحاجه اللي المفروض البنت تحافظ عليها دي، وزود مساحه كبيره جدا من المجتمع من الهرجله والتسيب، لان في الاخر بقى عندها دكتور في الاخر هيحللها المشكله وبتبقى ساعتين، وده هيفضل ياخد ذنبه مدى الحياه. يعني اول من ابدع او اول من اجرى عمليه زي ديت وسهل الموضوع ده، لان الموضوع ده من اصعب ما يكون. لكن انا مع راي مي في الاخر. يعني انت موافق ان الام لازم تسكت خالص؟ و لان هي في الاخر كانت بتجري العمليه يعني هي غلط، هي كمان بتجري العمليه بنيه ايه؟ بنيه ان تستر على البنت دي وتعيش حياتها حياه طبيعيه، وان هي غلطت غلطه ومش هتكررها تاني. تمام. ففي الاخر يعني المفروض تمشيها يعني. احنا دلوقتي في انتظار تصويت جمهورنا اللي معانا دلوقتي في الاستوديو، ونشوف انهي راي هياخد تصويت اكتر. البوست دلوقتي جاهزه وهنشوف ايه اكتر راي اخد اصوات من جمهورنا. مي 21 صوت ومحمد رجب 28 صوت، يعني النجم محمد رجب هو اللي فاز معانا.
فاز معانا ب 10 درجات، يعني سكور محمد رجب بقى 25، الفنانة مي كساب 10 درجات. طبعا في جايزة مقدمة من البرنامج للنجم محمد رجب، وهو اختار ان هو يتبرع بجايزته لحالة إنسانية هيحكي لنا عنها دلوقتي. ايه الحالة اللي انت اخترت انك تبرع لها بالجايزة؟ عبير عندها 36 سنة، عندها ولدين تصرف عليهم، ووالدها رجل عنده 62 سنة، عنده غضروف في ظهره ما بيتحركش، فملزمة بانها تصرف على والدها وعلى اولادها، بالتالي بتشتغل تخدم في البيوت. فبنفكر نساعد عبير عشان بس تقدر تساعد والدها واولادها وتربيهم احسن تربية. احنا معانا دلوقتي تليفون من الحالة الإنسانية اللي قرر نجم محمد رجب ان هو يتبرع بجائزته ليها، من عبير. الو، ازيك يا عبير؟ مبروك يا عبير الجائزة. الله يخليك. سلمي لي على الوالد وعلى اولادك. ميرسي يا عبير، بنشكرك. وطبعا بنشكر النجمة مي كساب اللي نورتنا النهارده، بنشكر الفنان محمد رجب، واستنونا بعد كده في حلقات ثانية وطرطق وفنجل. فنجلها اكتر وسعها، هتشوف حاجات هتلاقي نفسك وياها، لكن عينيك كانت في يوم مش شايفاها. ودانك كل حاجة هتسمعها. فنجل عينيك، فنجلها اكتر وسعها وفنجل. لا 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 لا.